بكم شاكرا لمشاركينا الاعزاء تفضلهم لقبول الدعوه واسهامهم في بناء هذا الحوار الثقافي الحضاري الذي تمارسه اصيله تحت الرعايه الساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، وذلك منذ 44 سنه. اليوم لندوة الثالثة في مسلسل ندوات المعتمد جامعة المعتمد المعقد المفتوحة في دورتها 37، وهذه الدورة تعنى بموضوع التطورات التي تعرفها أوروبا في السنوات الأخيرة وانعكاساتها على دول الجنوب التي كانت أغلبها استعمارات لدول أوروبية معروفة. وكما هو وارد في ورقة تقديم هذه الندوة، الملاحظ هو أنه تعددت في السنوات الأخيرة تحضيرات كبار القادة والسياسيين والمفكرين الأوروبيين من انحدار بلدان الاتحاد الأوروبي، بالخصوص إلى خطر الخروج من الثالث.